وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كإذن رقبة. لو نظرنا إلى هذا الراوي لوجدنا أنه تابع، ولو تأملنا ما ذكره لوجدنا أنه مما لا يقال بالرأي، فهل يكون له حكم المرفوع أو ليس له حكم المرفوع؟ بعض العلماء يقول إنه من قبيل الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه ليس من الحديث المرفوع، وهذا هو رأي الجمهور، يرون أنه ليس من الحديث المرفوع، وإنما هو مرسل تابعي، ومراسيل التابعين ليس لها حكم الأحاديث المرفوعة. بعض العلماء يستثني أكابر التابعين، يقولون إن مراسيلهم مقبولة، لها حكم الأحاديث المرفوعة كسعيد بن المسيب، ولكن الصحيح أن جميع مراسيل التابعين ليست من قبيل الحديث المرفوع.